السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم بنت البلد. زي ما قلت لكم معاكم في كل أفراحكم والمناسبات السعيدة، يعني طبعا أنا عديت لكم المرة اللي فاتت المناسبات اللي كنا فيها مع بعض على الهواء. النهاردة برضو عاشوراء، بكرة إن شاء الله النهاردة تسوعة وبكرة عاشوراء. كل عام وكل الأمة الإسلامية بكل خير يا رب، وربنا يعيد عليكم ايام المباركه. طبعا في البدايه خالص احنا طبعا برضو اول جمعه لعوده صلاه الجمعه عودا حميدا، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب، وربنا يجعل ايام سعيده، وربنا يا رب يرفع الوباء عن امه محمد وعن العالم العربي كله. تاني حاجة بقى، يعني في البداية كده أحب أوجه شكر خاص في بداية الحلقة، معلش عشان ما انساش، لسيادة رئيس مجلس مدينة بلطيم الأستاذ جمال يونس، لأنه تواصل معايا أمس بمناسبة مشكلة قرية 58 الخشعة، وبيتهيألي هما سامعيني دلوقتي. الحمد لله إن في تجاوب من المسؤولين معانا لما بنيجي نعرض مشكلة، في تجاوب. كان معانا طبعا مكتب محافظ كفر الشيخ اللي هو خدمة الجماهير، الأستاذ عماد تواصل معايا وتواصل معايا رئيس مجلس مدينة الحمول، وإن شاء الله في يعني في تجاوب لحل مشكلة الصرف والتيار العالي، تيار الكهرباء العالي في القرية، وإن شاء الله هيبقى في خير بإذن الله وفي حل لكل المشاكل. وزي ما قلت لكم أنا معاكم في كل مشاكلكم وكل قضاياكم. ثانيا بقى احنا عايزين نتكلم النهاردة إن طبعا في أزمات طبعا العالم كله بيمر بيها، من أول بداية أزمة كل فرد، يعني كل فرد وعنده أزمة، وطبعا وأزمات العصر فبنسميها كلها أزمة العصر. ليه بقى؟ عشان الأزمة دي بداية من الفرد للمجتمع، فكلنا في الأول والآخر إحنا بنشيل المسؤولية أو بنشيل الأزمة مع بعض. بس في حاجة بنحب نقولها من هنا، بوجهها عشان إحنا الإعلام لازم، في حاجة اسمها إعلام بيوصل بصورة سلبية وبيوصل بصورة إيجابية. إحنا عايزين بقى نحول الأزمة دي لإيجابية، مش عايزين ناخد الصورة السلبية دايما ونوصلها للناس. يعني أنا مثلا في أزمة كورونا كلنا كنا في البداية خالص خايفين وبنحاول نتكلم مع الناس، فكان في ناس مننا بتوصل بصورة سلبية وبنقول للناس إزاي يتعاملوا مع الأزمة، وفي ناس بتوصل بصورة إيجابية. يعني في سلبية وفي إيجابية، بس المهم إن إحنا نوصلها زي ما قلت بصورة إيجابية. طب ازاي ان انا اتعامل في الفتره اللي جايه دي واحنا قايلين ان احنا طبعا، معلش انا طبعا يعني بدأ البدايه معاكم كده سريعه عن ازمه كورونا. ازمه كورونا طبعا احنا مرينا بيها، وفي ربنا يعافينا يا رب جميعا ويرفع الوباء يا رب، ان في مرحله جايه احنا مش عايزين نوصل فيها ان احنا يعني نوصل لمراحل اصعب من اللي فاتت، ان احنا لازم يعني ناخد احتياطاتنا، ناخد اجراءاتنا الاحترازيه. يعني دلوقتي بدات صلاه الجمعه، ان احنا بنبدا نلتزم بالكمامه طبعا او الماسك بنلبسه واحنا رايحين نصلي، بناخد ادواتنا الشخصيه معانا، بناخد المصليه، بيكون في ما بيننا وما بين الاشخاص التانيين مسافات، كل دي لازم يعني، ولازم تخرج من بيتك برضو متوضي، لازم كل الحاجات دي نتبعها عشان نقدر نطلع من الازمه دي بسلام، ونقدر نواظب على صلاه الجمعه ونحافظ على النعمه اللي ربنا ادهالنا تاني لاننا انحرمنا منها فتره طويله. عايزين نبتدي بدايه صح، نبتدي ان احنا يعني بلاش تتعامل مع اللي قدامك يا سيدي انا اللي هعديك، انا خايف عليك مني. يعني ما تتعاملش ان انت ما تاخدش كل حاجه، يعني مثلا لما بتيجي تسلم فلان ده خايف منك، لا احنا مش عايزين نخاف من بعض، احنا عايزين نتعامل بحذر. يعني نتعامل ان انا خايفه اعديك، بلاش انت مش هتعديني بس انا خايفه عليك مني. حاولوا يا جماعه نخاف على بعض عشان نعدي الازمه على خير. دي كانت بدايه كده بسيطه وسريعه عن ازمه كورونا، وزي ما قلت لكم احنا عايزين نحولها من ازمه سلبيه لازمه ايجابيه، وعايزين نستغل الفتره اللي جايه في ان احنا نحاول نحافظ على بعض. اللي حاسس باي اعراض زي ما قلنا بيتصل على 105 بوزاره الصحه، وطبعا شايفين ان الدوله مش مقصره، الدوله بتحاول تعمل كل الاجراءات الاحترازيه على قد ما بيقدروا، واحنا المفروض مننا كشعب نتعاون معاهم، نتعاون مع الحكومه، نتعاون مع الوزاره، نتعاون مع بعض، ازاي نتعامل مع بعض، ازاي نكون حذرين في التعامل، ازاي نخاف على بعض.
ديت بداية كده. وفي الأول والآخر إحنا كلنا بنمر بأزمة، وزي ما قلت لكم أزمات كتير بتمر بها الدول كلها، وكان آخرها طبعا برضو أزمة لبنان واللي حصل، الانفجار اللي حصل في لبنان. وكان المفروض معانا ضيف النهاردة، كان ضيف شرف، بس يعني هو اعتذر لحاجة خارجة عن إرادته، وإن شاء الله خير. وإن شاء الله هنكمل الحلقة معاكم من شخصية جميلة، وشخصية كلكم هتحبوها، وشخصية إن شاء الله أنا هسيبها لكم مفاجأة لآخر الحلقة. وإن شاء الله يا رب دايما موفقين، وهنستقبل اتصالاتكم وهنستقبل آرائكم. واللي عنده أي مشكلة، أي حاجة عايز يضيفها معانا للبرنامج، أو اللي عايز يخرج معانا للبرنامج، إحنا بنرحب بيه. وزي ما قلت لكم أرقامنا موجودة معاكم إن شاء الله على الشاشة، وموجودة معاكم طبعا على الفيسبوك زي ما بقول لكم. وفي برضو مشاكل بتجيلي زي ما قايله لكم، طبعا في ناس بعتلي مشاكل خاصه انا مش هقدر اعرضها دلوقتي، هنعرضها في اخر الحلقه ان شاء الله. بس احنا عايزين يكون في حاجه فعليه ما بيننا وما بين بعض، عايزين في عامل مشترك. يعني انا مش مقدمه برنامج بس، لا، انا بنتكم زي ما قلت لكم، زي ما قلت لكم بنت البلد، معاكم بنت بلدكم، معاكم في كل قضاياكم وفي كل مشاكلكم. احنا طبعا عندنا مشاكل كتير، عندنا مشكله كانت في الربع برضو في بلطيم، وعرضناها الحلقه اللي فاتت، وطلبت من الناس انهم يبعتوا لي الفيديو بتاعها. الفيديو طبعا برضو بدون مونتاج. يا جماعه اللي يبعت حاجه يا ريت يكون فيه تمنتج الفيديو قبل ما تبعته لي، لان بياخد وقت مني، بياخد وقت من الحلقه عشان اقدر اقدم لكم الخدمه بتاعتكم. بصراحه قريه 58 الخشعه بعت لي الفيديو بطريقه كويسه جدا ومبسطه، وشرح مبسط، عشان كده قدرنا نوصل الفيديو للمسؤولين، وبدا في تواصل منهم، وفي ايجابيه ان شاء الله، وفي بدايه مبشره لحل كل المشاكل ان شاء الله. وطبعا حلقتنا النهارده زي ما قلت لكم هيكون فيها شخصيه جميله قوي، وان شاء الله هنقابلها بعد الفاصل. وفاصل ونعود. وحلقه جديده من برنامجنا بنت البلد. النهارده موضوع الحلقه عن ناس هم من أنظف وأرقى الناس اللي ربنا زرعهم على الأرض، أصلاً اللي ربنا وضعهم على الأرض، كانوا مثال للحب والخير والحنان، مثال لكل حاجة حلوة. احنا لو قعدنا نتكلم عليهم مش هنعرف نديهم حقهم كامل، ولو قعدنا نتكلم من هنا لسنة قدام مش هنعرف نوصفهم تمام. بس احنا عايزين نديهم حاجة بسيطة من حقوقهم ومن واجباتنا تجاههم. قبل اي حاجة احب ارحب بوالدتي استاذة اسماء عطية. ونرحب بعصام عشماوي، عصام محاسب ومن اصحاب ذوي القدرات والهمم. اهلا بيك يا عصام. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي بقى هنرحب زميلتي وحبيبتي اللي بشكر الصدفه اللي جمعتني بيها، امل صقر. امل طالبه بكليه التربيه الطفوله المبكره، مظبوط كده، قسم التربيه الخاصه، جامعه القاهره. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا لؤي. اهلا بيكي. ارحب بيهم بقى. يعني ارحب بضيوفي انا كمان. عصام انا اتشرفت بيكي يا عصام، والله منور الدنيا كلها، وانا سعيده قوي انك معانا النهارده، ومرحبا بيكي يا اموله، والله منوراني، وانت حبيبتي اصلا من غير اي حاجه. اهلا بحضرتك، وانت منورين والله. انا سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده، وبجد اسعد والله يا والله. موفقين باذن الله. احنا قبل ما ندخل في الحلقه وقبل ما نتكلم في اي حاجه، احنا معانا مداخله، هي معلش معانا من شويه، منى جابر معلمه قران كريم. يعني اهلا بك يا منى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذه الاء. اهلا بحبيبتي الغاليه استاذه اسماء عطيه. حبيبتي شرفت جدا بمعرفتك، واهلا بالبرنامج الجميل. اهلا بالبرنامج الجميل بنت البلد. حقيقي اسم جميل جدا للبرنامج، ولايق على صاحبه البرنامج ما شاء الله. يعني حقيقي بنت البلد ومقدمه برنامج بنت البلد فعلا. حبيبتي ما تكلمش بيك ابدا. الله يخليكي. بحب ارحب بضيوف حضرتك، هم من دول الهيمنه العليا، وانا بنضم ليهم، انا تبعهم طبعا، من دول الهيمنه العليا بفضل الله. منورين حضرتك، منورين البرنامج، منورين مصر الدنيا كلها. ربنا يخليك يا حبيبتي والله. هم برضه بيسلموا عليك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اللهم امين. اللهم امين استاذه. اللهم امين. استاذ عصام اهلا بحضرتك. استاذ منى. اللهم امين. انا معلمة قران كريم في الازهر الشريف. سعيدة جدا ان انا داخلة مع حضرتكم النهارده.
انت حبيبتي والله يا منى ومنورانا بجد. الله يكرمك الله يكرم حضرتك. ربنا يصلح حالك يا رب. اتفضلي. في موضوع مهم احنا بنلاقيه في يعني في المواصلات وخصوصا في المواصلات الداخليه جوه القاهره جوه محافظه كفر الشيخ جوه المحافظات يعني جوه المدن. هي مواصله التاكسي. مواصله التاكسي دي مواصله جميله جدا وراقيه جدا. تمام. ومن ارقى المواصلات المواصلات مصر عامه جميله جدا ومريحه جدا بس من ارقى المواصلات صراحه مع المترو وكده من ارقى المواصلات مواصله التاكسي. بس بيقابلنا فيها مشكله. المشكله الاولى ان سواقين التاكسي مش بياخدوا مش حاسه ان هم مش واخدين حقهم من الدوله كامله. لازم يكون لهم راتب يعني لايق بيهم يعني ويكون لهم اجره محدده من قبل وزاره النقل والمواصلات. اجر محدد للمواطنين يعني بحيث هم اي مشوار معين يروحوا فيه يبقى ليه اجره محدده. ما يبقاش فيه يعني استغلال المواطنين يعني مش بقول استغلال يعني هو يعني في الظروف اللي السائقين فيها فبيضطروا ان هم ياخدوا مشوار غالي عن معدله الطبيعي يعني. في بيطلع ل 100 في وصل ل 150 في مشوار بسيط مثلا بيبقى الاسعار بتبقى اسعار التاكسيات بتبقى غاليه جدا برغم ان هي يعني ارقى مواصله راقيه جدا بتوصل المواطن للمكان اللي هو ده عايزه بالظبط بالتحديد. طب هو مش بيشغل بس بصي يا منى انا هقول لك حاجه برضو احنا هرد عليكي ان شاء الله من خلال البرنامج معلش احنا اسفين لقطع الاتصال. طبعا انا هقول لك حاجه برضو ان كده كده هو في اصلا اللي انت بتقولي عليه ده ان المفروض الدوله حاطه تسعيره وكل الناس المفروض انها بتمشي عليها لكن حكايه انه يستغل دي لا طبعا احنا كلنا ضدها وبناشد. وطبعا هو المرور عندنا في كفر الشيخ ما شاء الله يعني بجد قايم بدوره على اكمل وجه بجد انا شايفه وخاصه في المحافظه محافظه كفر الشيخ نفسها الداخليه انا شايفه تشديد امني كويس جدا ورقابه. بس احنا كناس لازم نتعامل بكده. احنا احيانا بنحط نفسنا في مواقف ما ينفعش ان نحط نفسنا فيها بغض النظر عن التاكسي عن اي مواصله تانية يعني زي ما بيحصل في الاوتوبيسات او الكلام ده كله او السرفيز بنبص تلاقي مثلا انت ماشيه طبعا فعشان الواحد مستعجل تبص تلاقي ممكن يركبوا فوق بعض. ده انا شفته في اكتر من مواصله داخليه. فاحنا كمواطنين لازم احنا نحس بادميتنا. طب حضرتك يعني قلت بتقولي ايه يعني ده تخيلي بقى مع الناس يعني مع الناس اللي هم يعني ايه يعني ايه يعني ايه طبيعيين صح. تخيلي بقى مع بقى زوايا بقى يعني شوف بقى هم بقى شوف بقى هم ازاي اصلا بيعانوا في بيعانوا من المواصلات طبعا بيعانوا يعني ايه من يعني ايه زحمه لمسه حلوه بصراحه من كمان ايه صعب ان هو كمان حتى يلاقي الكرسي بتاعه كل الناس اصلا بتبقى قاعده على الكرسي بتاعه هو اصلا صح. انا شفتها في المترو فعلا المكتوب من ذوي الاحتياجات الخاصه ده بقى من ده بقى من برنامج ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني انا يعني باذن الله يعني عندي النيه ان انا ايه في الترشيح بتاعي ان انا ايه يعني ايه في قانون مفعل وكمان ايه يعني ايه هيكون في سجن وغرامه اقل حد طبعا. كويس يا برامج حلوه جدا في يعني انت ناوي ترشح نفسك طبعا باذن الله يعني انت ده دي مفاجاه بقى لا دي مفاجاه بجد يعني فدي برضه من ضمن برضه الحاجات سعيده بالمفاجاه الجميله دي. عصام ما شاء الله يعني انا عرفت ان هو خريج كليه تجاره حاصل على دبلومه في المحاسبه ولاعب كرة قدم بمنتخب مصر كحارس مرمى يعني ما شاء الله يعني الحمد لله حاجة عظيمة جدا ان شاء الله يعني هو متفوق. معلش انا هقطع سنة بس صغيرة عشان نشكر الأستاذة منى جبر على المداخلة. معلش احنا دخلنا في موضوع تاني بس عشان عصام جاب لمسة جميلة قوي يا منى وقال لنا ان هو هيقدر يتكلم كمان يعني انت بتتكلمي عن الناس بصفة عامة وعن الاستغلال وانا بضم صوتي لصوتك. بس احنا عصام طبعا معانا ضيف النهارده مش عايزين نقطع عليه الحلقه احنا عايزين نديله حقه كله يعني وعايزينه يتكلم كل اللي جواك كله يا عصام احنا عايزينك تقوله ان شاء الله وتقدم نفسك برضو للجمهور اللي عايز يعرف مين عصام النهارده. ايه رايك؟ طبعا يعني انا عصام تمام يعني خريج كليه تجاره والحمد لله يعني طبعا ايه شفت حاجات طبعا كتير جدا في حياتي صعبه جدا تمام يعني قصه حياتي اصلا لو حضرتك عرفتيها يعني ايه هتعجبك ازاي ده؟ يعني انا اصلا كنت
يعني كنت هموت اصلا تمام كده. يعني ونزل اصلا يعني ايه يعني عندي اهل يعني ايه بيتي قال له لا ده ميت وخلاص وانا هعمل له حفره الولاده عنده حفره. كانوا خلاص بيحضروا كفن لانه كان موجود عنده نقص في الاكسجين خلاص بقى اللي هو لازم يتحط في الحضانه. يعني والدتي اصلا يعني ايه عندها احساس ان عايش فهي قالت يعني للدكتور يا دكتور انا ابن عايش راح لها ممكن نعمل معاه محاوله يعني ايه اخيره ان انت تحطي يعني ايه يعني ايه اللي هو انبوبة الاكسجين تحطي هنا ثلاث ايام متواصله. والدتي الحمد لله عندها اصرار عندها قوه انا اصلا اخذته منها اصلا تمام والحمد لله يعني عانيت كتير جدا وهي يعني هي والدي يعني هما الاثنين يعني عندهم اصرار ان هم يعني ايه يعني 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 يغيروا يعني المسكن بتاعهم من المنيا للقاهره عشان يعني ايه يبحثوا عن دكاتره يعني دكاتره علاج طبيعي ودكاتره مخ واعصاب. كلمه جميله قوي يا عصام انت قلت انت خدت الاصرار من والدتك طبعا ووالدتك انت عارف ان دي شباب كتير في صحتهم وفي كامل وعيهم ومش حاسين بكده طبعا انت فاهم طبعا. يعني الكلمه دي كلمه كبيره لا وحضرتك ده انا حتى كمان لما دخلت كمان المدرسه كمان تمام كان ليه رفض تام ده ازاي يخش مدرسه ده عنده اعاقه لازم تقعدي في البيت وكان بتاعه كشك والدتي اصرت والدي هم اللي اصروا قالوا لا قالوا هيخش يعني يخش طبعا دخلنا ايه بقى دخلنا بعد امتحان قدرات يعني ذهنيه وبعد كمان ايه بقى بعد مصاريف ايه تاني مصاريف يعني زياده طبعا عارف يعني طبعا عشان الاختبارات اللي يعدي بيها لا ولا ومصاريف تاني يعني ايه مكاتب المدرسه الكلام ده كله فاهم قصدي؟ عصام معانا صعوبه جدا في مرحله التعليم سواء من ابتدائي لحد لما دخل الكليه والجامعه واجه صعوبات جامده هو انا عايزاه احكيها كلها سنه اولى ابتدائي جبت 2% ما شاء الله هم استغربوا عملوا اعاده تصحيح للغه بتاعي افتكروا ان في حد معدي كده جدا ناس من اولى ابتدائي الحمد لله وايه بقى كان في بقى طبعا بقى اهانات كتير واصحابي بيبتدوا عني ده ما اعرفش ايه التنمر الحمد لله ربنا زقني ربنا زقني بمدرسه اسمها مش فاتن دي كانت امي في المدرسه كانت بتساعدني كانت بتقف ضد الناس كلها تقول له لا ده عصام انت كنت في مدرسه عاديه ولا مدرسه من مدارس حكوميه عاديه حكومه فيها دمج للاطفال مع لا حكوميه عاديه كلهم اسوياء انا فقط اللي انا عندي فقط ايوه انت بس اللي كنت فيها كده بس فكنت بالنسبه لهم ما شايفينك حاله مختلفه بالعكس يعني انت تفوقت على الاختلاف ده كان سر تميزك يا عصام لا وكمان يعني ايه للاسف كمان يعني ايه اللي كان فيه جهل كمان يعني دي حكوميه كان حمية. لسه برضو يا عصام الدنيا مش زي دلوقتي ايوه احنا دلوقتي رايز دايما عنده تفاعلات دايما حاسس بيدي الوعي ان في ذوي القدرات معانا في المجتمع ولازم بيحس على ده واي حد بيتنمر على حد دلوقتي بيتحاسب قانونيا كمان الدوله ما عدتش بقى الحاجات بقى كانت جدا صعبه جدا تمام والحمد لله عديت يعني الابتدائيه ودخلت اعداديه وثانويه عامه كمان وكنت دخلت الرياضه زي ما هو الحمد لله الحمد لله كنت في الثانويه العامه وعندي صراحه يعني من الناس اللي كنت مظلومه لما سمعت الرقم ده 90% وعلم رياضه عرفت ان هو دخل تجاره بدل ما يدخل هندسه عشان بس كنت داخل دكتور امي قالت لي طبعا ما ينفعش ان انت ايه عشان سنه اولى يعني فيها رسم كتير تمام فانت ما ينفعش تخش عشان في رسم كده اهو هم يعني طب ما فيش كان ان انت تجيب دماغي بس يعني مش شرط ان انا ايدي مش عارف لا طب ممكن يعني استثناء الدماغ انا واحد بعرف اتعامل للاسف هم اتعمدوا الحمد لله بس خير انا خلاص كل التجاره الحمد لله خلاص كل التجاره وعملت كمان دبلومه انا بعتذر يا عصام معلش في مداخله من استاذ محمد من ام محمد سوري نعم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا ام محمد كوثر خالت الاستاذ عصام اهلا وسهلا بيك غاري انا بحب الجو وبسائله وربنا يبارك فيك يا ابن اختي يا حبيبي يا خالتي والله انا جسمي اهلا بيك يا رب يبارك لكم فيه يا رب يسعدك ويبارك لنا فيه يا رب ويعليه يا رب يا رب والله احنا سعداء بعصام قوي انا متفاجئه بيه مبهوره بصراحه النهارده الله يخليك يا حبيبي والله عصام قول لنا بقى انت تقول ايه لخالتك انت منور يا حبيبي شكرا يا خالتي على ذوقك ربنا يبارك لنا فيك يا رب يا رب تقول يا خالتي ربنا يخليك يا خالتي يا رب امين يا رب
شاء الله. انت نورتينا وشرفتينا في البرنامج والله. ربنا يخليك. وانت خليتنا كلنا. طبعا طبعا. عصام حضرتك شرف بصراحه يعني. بس شكرا ليكي يا ام محمد على المداخله الجميله دي والله. تمام. فطبعا دلوقتي انا عندي حلم ان انا ازاي يعني ازاي ان انا احط نفسي في مجلس الشعب، يعني ايه من ضمن ايه التعيينات من الرئيس. ليه بقى؟ يعني انا مريت بحاجات كتير جدا صعبه جدا، فبقى عندي خبره وعندي ازاي اتعامل وعندي ازاي الثقافه والعلم ان انا اطبق حاجات يعني ايه لذوذ الهمم. عصام نفسه ياخد فرصه، نفسي اخد فرصه، نفسه ياخد فرصه وحاسس ان طول حياته ما اخدش الفرصه دي. نفسي يعني ذوي الهمم اصلا انا عارف ان هم اليوم 5% الكلام ده برضو للناس اللي هم اللي متابعينك دلوقتي حبايبك. انا عايزاكي الكلام اللي عصام في اخر الحلقه، لا في اخر الحلقه ان شاء الله. لا برضو يعني سخيلك كده يعني عايزين كده. لا بس احنا دلوقتي انا اعرف ان هو ذوي الهمم 5% منهم ليهم حق العماله اصلا في الشركات دي حقيقه. فانا المفروض برضو ان هم في اعتقد في المجالس وفي الحاجات دي المفروض ان هم يكون ليهم الحق. لهم لهم فعلا منازله، بس الاحزاب برضو منازله. طبعا طبعا. بس انا عايز حزب معين ولا مش بس لا لا لسه يعني. بس انا الاتحاد الرياضي الشلل الدنيوي هو لاعب هناك كره قدم كحارس. لا هو ما بقاش الرئيس. انا مش اعلنت ان انت اعلنت طبعا اعلنت بس انا مش الرئيس. ان انا هو شفني تمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقول لحضرتك يعني انا الكاميرا كده عشان الرئيس هو شايفك دلوقتي. يعني انا حضرتك من ضمن امنائك. احنا بنضم صوتنا لصوتك يا عصام. ربنا يخليك. انا حضرتك من ضمن امنائك وعندي الحمد لله خبره وثقافه ان انا اعرف اتعامل ازاي في مجلس الشعب. تمام. وعندي برضو ايه من ايه يعني ايه يعني ايه التجربه الصعبه جدا. فانا مش عايز يعني ايه مش عايز يعني ايه, إيه عايز حضرتك تاخدني كابن لي يعني 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 ان شاء الله يا عصام تساعدني ان انا يعني ايه ان انا اساعدك ان انا اساعدك اساعدك في ايه؟ اساعدك يعني في الخطط اللي انت بتعملها يعني ايه ذو الهمم. فعندي طاقه الحمد لله ان انا اعرف يعني محتاجين واحد زي عصام يتكلم عن فعلا. عصام عقليته حلوه جدا. اول حاجه اهتم انا عايز اسمع من عصام بقى البرنامج بتاعك ايه يا عصام. اول حاجه اهتم بيها التعليم. بص حضرتك طبعا اهم حاجه التعليم لانه عانى منه بالظبط. كان بيعاني اول حاجه. لا والتعليم اصلا ده اساس الامم اصلا. اي ام عايزه تتقدم عندها علم. يعني ما ينفعش اللي انت عايز تتقدم انا هتقدم. لا 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 انت تحط قواعد وتحط قوانين وثقافه عامه للناس كلها والناس كلها تمشي عليها يعني قانون. حضرتك عندك يعني حضرتك عندك امريكا واوروبا هم اللي ماشيين كده ليه؟ العلم بقانون وعلم. العلم ما فيش حد اكبر من القانون. صح. فانا اهم حاجه عندي ان انا العلم. انا بتاع الفلوس. انا مش هغرم الدولة فلوس خالص. انا هغير تغيير ثقافه. كل هدفه ان هو يدعم كل زمايله من ذوي القدرات الخاصه والهمم. من المشاكل اصلا اللي بتواجه تنميه المجتمع التعليم دي مشكله خاصه. يعني عايز اقول لك كان قال لي بصراحه انا جدا ان انا اعبر عن اللي انا بسمعه من عصام وخليني منبهره جداً. والله يعني انا حابه ان انا اسمعه يعني مش عايزه اتكلم بجد يعني انا عاجزه عن ان اتكلم. انا عايزه بجد عايزاك تتكلم. بص اللي انت نفسك فيه كله الحلقه بتاعتك. ولو طايله اديك الحلقه اللي جايه كمان والله لو في ايدي هسيبك ولا اقول اللي انت نفسك فيه. عصام تاني معلش والله يا عصام انا المداخلات رهيبه. احنا معانا المهندس الباشمهندس محمد صبري. ايوه اهلا وسهلا. بقول لحضرتك بالنسبه للاماكن الطلوع ونزول الكراسي بتاعت اصحاب القدرات الخاصه. ايوه مفقوده خالص في كل الاماكن يعني حتى في الطرق. انا لسه من دلوقتي كان معايا اخ طالع من المسجد معاه كرسي كهرباء. ايوه واخد بال حضرتك مش عارف يعدي الشارع. مفيش اماكن يعني مفيش الترامب اللي هو المطلع ده او المنزل ده مش موجود. أيوة. في كل الاماكن لو حضرتك خدت بالك. أيوة. يعني بص حضرتك حتى قدام المول اي مولات حتى نفس المولات الفخمه مش متوفر لا شيء ده. ودي حاجه بسيطه جدا. ما بيكونش يعني عندهم وعي او ادراك بان في ناس محتاجه ده او ان في ناس أيوة اصلا موجوده معانا. يعني بره في الدار كل ده متوفر حتى في اماكن للعربيات اللي صح. هي بتاعه اصحاب القدرات الخاصه. ايوه مظبوط. فيا ريت يعني معلش انا بسمع مناقشات كتيره جدا. طب انت ايه رايك؟ عايزينك توجه كلمه حلوه لعصام النهارده برضو. احنا عايزين ندعم عصام. يعني عصام على عيني وعلى راسي شيء جميل بس انا ما انا لسه يعني ما
ما كنتش عارف هو بيتكلم في ايه. فتحت لقيت عصام ما يرشح نفسه ان شاء الله لمجلس النواب ومن الشباب. ده شيء طيب جدا جدا جدا، ربنا يوفقه. احنا سعداء بمداخله حضرتك قوي قوي قوي. كويس ان هو عنده الفكر دوت وعنده القدرات دي ان هو يعني يفكر في حاجه زي كده، شيء عظيم. المقترح ده اللي انا بتكلم فيه دوت هو يتبناه بقى، هو يتبناه ده حضرتك يعني بناء على كلام حضرتك. يعني ده بيبقى غلط من المقاول اصلا، من المقاول اللي هو بيبني مثلا ايه العماره المول دي بقى. دي بقى ثقافه ثقافه. شكرا جدا باشمهندس محمد اولا، وشاكر لحضرتك يا فندم داخله. وان شاء الله نتكلم بقى. شفت بقى جاي لك بقى الخطه لحد عندك. يعني انت جالك في الاول تعقبا بقى على الاستاذ محمد. هنقول بقى عنده حق. تمام كده صح. دي حته حلوه قوي. غلط من ايه بقى؟ المقاول اصلا، المقاول اللي بيأسس او بيبني. انا هعمل بقى قانون بقى، اي حد اي حد يبني ممرات الجمهور ذوي القدرات. انا هعمل قانون، اي حد يبني اي حاجه لازم يكون فيها برافو عليك يا عصام. لو مفيش حاجه جميلة. لو مفيش حاجه صح بصراحه جايب نقط ممتازه. المشكله هنا اصلا اصحاب الممتلكات الخاصه دي اللي هي المولات الكبيره والحاجات اللي بيكونوا اصلا الشركاء فيها بزنس خاص مالهوش علاقه بالحكومه بقى والحاجات دي خالص. هم محتاجين الوعي ده ومحتاجين ان هم يدركوا ده، يفهموا هم ماشيين في. ودي رساله جميله برضو. بنشكر على الباشمهندس. شكرا جدا الباشمهندس محمد بصراحه، مداخله جميله. وبص نقطه بقى وجايه لك لحد عندك. يعني احنا بنقول لك نقطه بتدعي معانا اتصال تاني من اول الصفر ده كده حواليك عشان تحط بقى بص. اتفضل يا شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنا الصالح. ازيك يا استاذ اسماء؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ سعيد ان معايا حضرتك على القناه صباح الجمال. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ عبد الغني؟ ربنا يحفظك. وانا بس حبيت ارحب بعصام ابن عصام. دايما نفسك معانا والله يا شيخ. ربنا يحفظك. وهو من اصحاب القدرات الخاصه. الله يخليك يا رب. ربنا يكتب من امثالك وانت رمز جميل يا عصام، شاب جميل. ربنا يبارك لك يا رب. طبعا النهارده كانت اول صلاه جمعه في المسجد. اه والله معقول. خلينا نغيب حضرتك بقى لاول جمعه النهارده بقى. جميل. طب الناس يعني التزمت بالاجراءات الاحترازيه ولا ايه يا شيخ عبد الغني؟ الناس رجعت فرحانه جدا. جميل. والتزمت بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه ومبسوطه. أيوة. يعني نسال الله ان ربنا ما يحرمناش من البلد تاني يعني. طب الحمد لله. ويا رب دايما ربنا يرفع الغمه يا رب ويرفع الوباء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بعوده الجمعه ان شاء الله من كل مكروه. الله يكرمك يا رب. ومتشكرين لحضرتك. شكرا يا شيخ. شكرا ليك جدا شيخنا الفاضل. عايزين بقى نكسر الروتين كده وبعدين نرجع هنعمل حاجه امل كانت محضرها لنا. احنا الاغنيه هنعملها بالبادي لانجوج. وامل معانا بقى لغه الاشاره. لغه الاشاره. انتوا في الاخر على اليوتيوب المشكله برضو اللي احنا بنعانيها ان انتوا هتلاقوا لغه الاشاره بس من غير الاغنيه. بس تابعوا بقى الحلقه عشان هتندموا بعد ما تشوفوها على اليوتيوب على فكره. يعني شابوه 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 ليكي والله العظيم حاجه عظيمه. عصام كان عايز اوجه رساله لكل اخواته من الصم. يلا نقولها سوا بقى. يلا. انا بحب وبدعم وبدعم كل الصم. وانا معاكم. انت بتحبيهم كلنا بقى نعمل كده. استني تاني كده اهو. ايوه كده بحبكم بقى. والله بحبكم والله. لا بجد يعني انا منبهره والله العظيم. حاجه حلوه جدا. حاسه كده باحساس جميل. انا مبسوطه جدا ان عصام جه النهارده وعبر عن نفسه وعبر عن برنامجه. واتمنى يعني امنيتي الوحيده لعصام ان اي شخص من المسؤولين اللي بيتابعونا واللي هيشوفوا الحلقه اتمنى منهم ان هم يدعموا عصام. لان انا متاكده ان شاء الله كل عمل عصام يعني هينجزه هيكون بروح حلوه وبضمير وبحب. انا واثقه. انا واثقه ان عصام هيكون حاجه كبيره جدا. انا واثقه. احنا نطلب نتصور معاه بعد كده. دي حقيقه. اسمعوا بقى. لا يعني ايه يعني دي الحاجه المهمه عندنا. يعني ايه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يعني يحتضنني تمام ويخليني يعني ان انا اساعده. ان انا اساعده ان انا ازاي اطبق اللي في دماغي والحاجات العمليه اللي في دماغي. ليه؟ عشان انا عندي حاجات برضو يعني في علم يعني ايه في علم ذوي الهمم. تمام كده. يعني لازم يكون في طرق مختلفه للهمم. يعني لازم يكون
كمان يكون في قانون كمان مجتمع بالاعاقه. ازاي بقى عصام اختلط بيهم وتعرف عليهم وواجه الصعوبات، فان شاء الله هيقدر يدي كل حضرتك مجتمع بالاعاقه. يعني ايه بقى ان انا هعمل قانون للست والراجل كمان؟ طبعا حلوه قوي حته طبعاً. مجتمع بالاعاقه يعني احنا عايزين نحط تحتها كده ومن عصام، يعني مبادره من عصام يعني مش من حد تاني. ازاي بقى حضرتك بقى ازاي حضرتك بقى الناس جميلة. اللي هي بتتجوز دول لازم يكون عندهم اصلا يعني امام كورس معين كده ازاي تتعامل مع تربيه الاطفال وتكون تعمل في تحاليل اللي هي بتتعمل في وزاره الصحه دلوقتي اللي هي قبل الزواج للاسف، بس احنا عايزين اهتمام بيها اكتر. طبعا عايزين ندعمها اكتر، عايزين نحس ان احنا دعم، يعني الناس بتضايق منها احيانا. ده انا هعملها باذن الله في عقد زواج، يعني عقد زواج كده يكون معاك كورس اللي هو ازاي تربي اطفال. ليه حضرتك احنا للاسف كل شويه في زياده في نسبه يعني في العلاقه. طب ليه عصام؟ معلش، هو في اسباب للاعاقه احنا عارفينها كحتى في ايوه بالظبط كده، وفي نتيجه تعاطي ادويه مثلا بالظبط، نتيجه هي اختلاف القرابه زواج الاقارب برضه. بس هي اختلاف حضرتك ما الفرق بين الشخص السوي والاعاقه اللي هو ايه؟ سهولة وتمكين. ان هو بيبقى عنده سهولة وتمكين في الحاجة هو. الشخص اللي ذو الاعاقة للاسف بيبقى محتاج لحد كتير، فهو ما بيبقاش عنده الشخصية القوية اللي هي يعمل يعني ايه بيعرف نفسه. بيعرف نفسه. بتتكلموا كده يا عصام بجد انت كلامك. يعني يبقى عنده الشخصية اللي هي قوية قوي اللي هو ايه؟ يعني يحاول يخش في طريقه كده. لا ليه؟ عشان هو للاسف بيبقى محتاج لحد ناس كتير جدا. لا لا بيبقى انا هعمل لهم خليهم كلهم اشخاص يعني ايه عندهم قوه في النفس. اهم حاجه ثقه بالنفس. الثقه بالنفس ديت هي بتخلي الانسان بيعرف يشق طريق صح. طب احنا هنرجع ليك تاني يا عصام، وهنرجع للكلام الجميل ده، بس معانا مداخله تليفونيه من دكتور عفاف. اهلا بك يا دكتور. الو 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 مساء الخير يا فندم. مساء الخير، انا الدكتوره عفاف شفيق. دكتوره عفاف الام الروحيه لعصام. طبعا 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 زي حضرتك والله. انا اللي مربياه وانا اللي مشجعاه ولسه كان بيقول تعلمه وثقافته، وهو حبيبي وروحي وهو انسان عظيم عظيم بكل المقاييس. طبعا احنا مش هنقول دكتور بقى، هنقول ام الام الروحيه. لو ما نجحتش هيبقى خسارة كبيرة لينا جميعا وللبلد. أنا طبيبة أطفال وكنت بعالجه وهو ابني وروحي وهو دايما يستشيرني في كل مواضيعه، وأنا بدعي له إن ربنا يوفقه إن شاء الله ويديله الثواب ويكون قدوة حسنة لذوي القدرات الخاصة إن شاء الله. وزي ما هو بيقول هم مش معاقين، بالعكس بالعكس والله احنا اللي طلعنا معاقين يا دكتور عفاف. انا جنب عصام. ايوه اتفضلي اهو اتفضلي. لا احنا اللي معاقين. ايوه احنا مجتمع لازم نفهم معاك في كده. انا كنت استشاري اطفال في معهد كده للاطفال ايوه سابقا، يعني انا دلوقتي على المعاد، وكنا دايما بنكافح وعاملين جمعيه خيريه لمواجهه، لكن الواحد بيشوف برضه ان احنا محتاجين كتير 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 لذوي القدرات الخاصه. صح. لانه ما يقصدش حاجه خالص. المشكله يا دكتوره عفاف الشعب ان هو يفهم ان هم زينا بالظبط. صح. والمشكله ان في بعض المعاقين فعلا زي ما عصام قال في اول دراسته ان ما كانوش عايزينه يكمل. هو الاتصال يعني في بعض الناس لما يلاقوا ابنهم معاق للاسف الشديد بيفقدوا الامل وياخدوه يحطوه يجري على المحافظه يعمل له كشك وخلاص واستفاد منه يطلع له معاش وما كملش التعليم. دي الرساله بقى احنا عايزين نوجهها للناس من هنا بقى. بصراحه الفضل فيها يرجع، معلش الفضل فيها يرجع لامه. ايوه صح. امه كافحت علشان توصلهم لاعلى المناسب. لا ام عظيمه ومكافحه، وانا ببعت لها تحياتي كلنا والله. اذا كان هو معرفش يوجه تحياته لامه لان هي السبب في اللي هو فيه دلوقتي. صح. وما زالت بتشجعه وما زالت بتوجهه الاتجاه الصحيح، فربنا يحفظه ويكرمه. يا رب يا دكتوره نائب عظيم باذن الله باذن الله.
شكرا لحضرتك دكتور عفاف. شكرا لكم الحلقه والله العظيم جدا 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 جميله. انا كنت محتاجه يا عصام ان احنا نقعد مع بعض وقت اطول من كده. عاوزاك بس تكلمنا شويه بقى ايه يعني ادخل معانا كده بقى احكي لنا عن اللي انت عايز تعمله الفتره الجايه وكده. البرنامج بتاعك. طبعا الانتخاب يعني انت داخل دلوقتي عشان تدعم اللي هم دول الهمم. حضرتك انا عامل برنامج عايزين احنا كمان ندعمهم. عايزين نقول عصام انا داخل بمثلكم طبعا. طيب قولي يا عصام حضرتك. بصي حضرتك انا اهم حاجه عندي يعني ازاي تمكين التمكين ده. تمام. هو قلب يعني شخص. ايوه دلوقتي حضرتك في الكليه. انا هرغم الكليه وطالب ما ينفعش تتخرج الا لما يكون معاك شهاده تخرج زائد شهاده في الكمبيوتر زائد شهاده في اللغه. ليه بقى ليه؟ عشان انت اصلا تتخرج لازم تكون قاعد على المكتب. صح. يكون لي وظيفه. صح. فانت مش هتعرف كورسات الاي سي دي. انت مش هتعرف اصلا يدعم شهاده التخرج. تحس ان يعني التخرج يكون ليه فرصه حلوه من دول القدرات يتوظف على ده طول. ده الف شغل دلوقتي في دلوقتي في الجامعات. لا. هو لا. عايز فرض عايز يكون مفروض عليهم لازم ياخدوا. تمام. بص حضرتك للاسف ما فيش حد هيمشي من غير قانون. صح. صح. نحط صح زي ما قالوا ان احنا نعمل غرامه للي هم اللي مش لابس الكمامه اللي هو الماسك او الكمامه. بنبص لقينا الناس كلها بدات تلتزم. لما بدات الحكومه تقول خلاص واحنا بدانا ننزل طبعا ما شاء الله التواصل الاجتماعي والانترنت وبدات الناس تقول لا ازاي غرامه الشعب مش قادر يعمل كذا. طب هيجيب غرامه منين؟ فاحنا عايزين فعلا زي ما عصام بيقول ان احنا نلتزم بالقانون. وكمان في حاجه برضو تمام يعني ايه حضرتك احنا ازاي يعني نتعلم من يعني ايه يعني من جائحه كورونا ازاي نتعلم منها؟ طيب. ده اللي انا كنت بقوله في اول البرنامج. صح. في حضرتك دلوقتي في اعاقات شديده جدا تمام كده صعب ان هي تنزل. في بعض الشركات في جائحه كورونا كانت بتشغل موظفينها من بيوت. طب ما احنا ممكن نتعلم من جائحه كورونا دي. صح. في بعض اعاقات شديده فقط يعني كلهم مش كلهم اللي هم ايه يعني لا بعضهم اللي هم يشتغلوا من البيت. أيوة. يعني ده حقيقي. احنا بس لازم اي تجربه نتعلم منها. صح. لازم عايزين احنا قلنا بقى ازاي نحول في بدايه الحلقه بتاعتي انا قلت كلمه ازاي نحول الازمه لمنحه. صح يا عصام هو ده اللي انت قصدك عليه. طبعا. نحول الازمه لمنحه. صح. طبعا. كلام طبعا. جميل طبعا. حلو. ويعني يعني ازاي نستغل. صح. صح. وكان ايه يعني ايه نحط ايدينا في بعض ليه؟ كلام عشان جميل. يعني ايه نستغل كل واحد قدرته. نستغل كل واحد قدرته ليه؟ نعرف قدرتك انت هنضطر فيك يعني في دي بقى عشان ما ينفعش نحطك في حاجه عاليه عنك او حاجه اقل منك. حضرتك يعني حضرتك ذوي الاعاقه بيشتغلوا في حاجات يعني جهات حكوميه وخاصه بس للاسف مش بياخدوا مهام يعني مهام يعني كبيره. بالظبط. فاهم قصدي؟ يعني ان هو بيبقى بيدي له حاجات قليله بيبقى نظرا يعني ظروفه. لا صح. احنا عايزين التمكين. صح. هو حقه ايه؟ ايه رسالتك بقى؟ ايه رسالتك اللي انت عايز تقولها لكل المسؤولين على موضوع الترشح يعني ده بقى؟ انا نفسي طبعا كل المسؤولين وكل يعني كل الوزارات وكل بص مصر كلها وحتى واهم حاجه السيد الرئيس ان هو شوفني ان شاء الله يشوفك ان شاء الله. وشايفك دلوقتي عندي عمل هنوصل لك البرنامج بتاعنا دلوقتي ان شاء الله. واهم حاجه ان هو يتبناني يكون متابعك ان شاء الله. والله انا عندي افكار كتير جدا هعملها وافكار بدون فلوس يعني هي بس تغيير في الثقافه بس. على فكره يعني انا البرنامج بتاعي الحمد لله يا جماعه بلا فخر انا واثقه ان رئيس الجمهوريه شايفني دلوقتي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون شايف عصام واحنا بنضم صوتنا لصوت عصام. ان شاء الله. عايزين سياده الرئيس يدعم عصام. انا سعيده بيكم. ده اللي بشكركم النهارده وان انت وصلتي صوته. والله يعني انا بشكر حضرتك جدا وحضرتك كنت متحمسه جدا ان انت تخلي عصام يطلع ويتكلم وياخد فرصته. فبشكر جدا والله فخر لينا بجد. لا في حاجه نقطه مهمه قوي يا الاء ان مش احنا كمان اللي احنا يعني بصي انا شايفه عنده استعداد لكده. انا لو شايفه اي شخص عادي مش هدعمه. هو المهم الشخص اللي قدامي يقنعني بنفسه. شكرا بجد. شكرا ليك عصام. ده احنا اللي بنشكرك. شكرا ليكم جدا على والله انا جنبك مفيش خالص. الوقت حلو جدا والحلقه انا استمتعت بيها جدا وافكار عصام حلوه جدا. وانا عايزه اقول لك بس حاجه اخيره
انا كنت في الكورسات اللي باخدها بتاعه التنميه البشريه كان من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي بيديها لي. خمس كورسات هو اللي بيديهم شخصيه، انا خليت والدتي تروح تاخدهم. هم بيبقى عندهم طاقه وقدره، اسلوب عظيم جدا. فعلا هو عايز بنفسه، فبيبقى عنده قوه يعني بص جامد جدا اصلا. احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه. انا عايزه بس اقول حاجه بسيطه كده، ان الاعاقه مش في الشخص، الاعاقه في العقل، والناس دي ما هي الا مختلفه، اختلاف بيميزها وبيخليها حاجه حلوه جدا تكمل المجتمع. فانا اتشرفت جدا بوجودكم معايا، كانت حلقه حلوه جدا. واتمنى ان شاء الله ان الناس تكون استفادت مننا. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامجنا بنت البلد. مع السلامه.